الحكم يقول هدوا اللعب. الاسبوع الماضي الحمد لله ما شفنا كروت حمراء، ونامل ان شاء الله ايضا ما نشوف حتى صفراء. اسبوع 14 ما كان فيه حتى كرت واحد احمر. النهاية ما عد الكرة دي لخالد تيماوي، خالد تيماوي بمشيها قدام ناحية سامي جابر اللي فرج الكرة الآن، يبقى يمشيها لفوق وفي خطأ وتتلاعب على طول، وعبد الرحمن تخيفي اللي صفوق تاني داخل منطقة الجزاء وبيشوت لكنه مو متمكن وماشي ويقطعوا منه. خلينا أكمل معاكم البطولات بالنسبة للهلال، طالما إنه في لاعب على الأرض. طبعا بعد ما قلت انه فاز 5 مرات في الدوري، 4 مرات ايضا فاز بالمركز الثاني في الدوري، 99 400 400 401 402 403 406 407 والمركز الثالث 1408 1409. الاهلي طبعا فاز بالدوري الممتاز مرتين، ثاني دوري في عام 97 98 وعام 1403 1404، ومرتين بالمركز الثالث في اول دوري و 96 97 و 1404 1405، وقام بالسلامة. ودي البطولات اللي حققها كل واحد فيهم من الفريقين، الهلال من الرياض والاهلي من جدة بالنسبة للدوري الممتاز. الخطأ بيتلعب، حمزة بيشوط شوطة قوية ويمسكها خالد الدايل، قال في الوسط لخالد تيماوي بيرجعها للخلف لصالح النعيمة لحسين البيشي، فهد المصابيح ماشي، خالد تيماوي جنبه، لاعبين في الوسط بيناتهم انسجام كبير، ليديها لخالد لعبد الرحمن تخيفي الظهير المتقدم الآن، يبقى يمر ويرفع وتصدم في القائم، كرة خطيرة، كرة خطيرة، الكرة دي تترفع وتتصدم في القائم، لعبت عرضية، شوفوا الإعادة ليها دي كرة، هذه عبد الرحمن تخيفي يمر من فراج وتترفع ونط مع الحارس وتصدم في القائم وتتخش. عبادي بيلعب كرة داخل منطقة الجزاء وتروح لصفوق ويلعبها وتصدم وترجع مرة تانية امام المرمى وتطلع برا، تطلع برا. منصور حسين غيروا اماكنهم مع بعض، هذه عادة اخرى، هذا صفوق، شوف الكرة بينظم الاهلي هجمة الان سريعة مندفع بها قدام، تنقطع تتخطف عبادي، بيخش خالد منسي يقطعها، ترجع مرة اخرى في الوسط، فيصل عتيق بيلعب الكرة دي الجهة الاخرى، بتتلعب بالعرض برضو بتمر، ما في اي لاعب بيكملها حتى بتمر من الدفاع. عامر اللي كان لعبها، وشوف بيجي الجهة الأخرى عشان يلعبها، آدي عامر اللي بيلعب الكرة دي وتلمس في إيد الدايل وتطلع ركنية وهو اللي رايح يلعبها، الجهة الأخرى برضو عامر مانع، سعيد دلة ونط معاها، رجع للخلف وياخد الكرة دي، وتخيفي ماشي، تخيفي جنبه سعد مبارك وماشي برضو، تخيفي بيلعبها تستفيد منها عامر اللي غير محله هنا، جاء خالد تيماوي يديها لتخيفي، تخيفي رجعها للخلف لحسين البيشي، ونص ساعة القدسية واحد وعلى اللوحة والوحدة لا شيء، الشوط الثاني ده الدقيقة 33. يعني لكم ألف تحية وسلام واستراحة قصيرة ممتعة، والسلام عليكم. مرحبا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام مع بداية الشوط الثاني، وكما تعلمون أن الشوط الأول بين الهلال من الرياض والأهلي من جدة انتهى بالتعادل بدون أهداف،
وذكرنا لكم أيضا المباريات التي أقيمت اليوم، وقلنا أن نتائج الطائي مع الرياض التعادل 2-2، والنصر والنهضة 2-1، والقادسية والوحدة 1-0. ومباراتنا اللي بتشاهدوها الآن على الشاشة هي الأهلي من جدة والهلال من الرياض مع بداية الشوط الثاني. وأعلن سعد ربيع حكم المباراة، وعبدالله العقيل وحسين حساوي وعبد السلام شرف دول الحكام اللي بيحكموا مباراة اليوم. ومنصور حسين بيلعب كرة بالعرض، بيطلع بيها عبدالله سليمان بيلعبها بالأمام فراج المتقدم، ويلعبها في الوسط لصلاح لحمزة صالح، ويمسكها خالد الدايل. وقلنا نذكر السادة المشاهدين اللي ما كانوا بيتابعونا في الشوط الأول أنه نادي الهلال يلعب في حراسة المرمى خالد الدايل، ويلعبوا طريقة 4-3-3، والأربعة اللي في الخلف عبد الرحمن تخيفي وصالح النعيمة وحسين البيشي ومنصور الموينع، وفي الوسط التيماوي وعباد الهزلول وفهد المصبيح، وفي الأمام تفوق وسامي جابر وسعد مبارك. بالنسبة للأهلي عبد الهادي الحداد في حراسة المرمى، وبرضو 4-3-3 بيلعبوا باسم أبو داود ومنصور حسين وعبد الهادي سليمان وفراج الشهري في الدفاع وحمزة خالد تيماوي جنبه تفوق لكن يديها لسامي سعد مبارك جنبه فعلا يديله هي وتوصل وبره ثانيه لسامي، وطافره خطا لصالح الهلال من على الخوز. من على الخوز طبعا منطقه اذا استغل الهلال منطقه خطيره خارج منطقة الجزاء، ولازم يكون في حائط طبعا بشري من الأهلي. وفعلا عبد الهادي يقول له ما اكفلوا هذه الزاوية وانا اوقف في الزاوية الثانية. شايف صالح النعيمة وشايف خالد تيماوي اللي جنب الكرة دي، ده صالح النعيمة ويلعب في المرمى. هدف هدف جميل، هدف جميل يسجل صالح النعيمة، يسجل هدف التعادل في دقيقة 15 دقيقة 15 من خارج منطقة الجزاء. أنا قلت لو استغلت استغلال كبير وحيجي منها هدف، وفعلا صالح النعيمة بخبرته حط الكرة دي على يمين عبد الهادي ويسجل منها هدف التعادل، هدف تعادل للهلال في الدقيقة 15. هذا صالح النعيمة قائد الفريق الهلال سجل تعادل. شوفوا رغم الحائط اللي هم طبعا مغطين فيه محل اللي نط هذا راحت الكرة ودخلت المرمى طبعا لانه هم الحائط اللي مغطين الزاوية دي. 1-1 انا توقعت للشوط الثاني ان يكون شوط ساخن، وان شاء الله ما نبغى نشوف اكثر من هذه الكروت، نبغى نشوف لعب حلو زي ما قلت في المقدمه، انه نامل انه اللعيبه يمتعوا الجماهير بمباراه جميله باعتبارها من اقوى مباريات الاسبوع 15. و مسكها حارس المرمى خالد الدايل والنتيجه 1-1. تيماوي جنبه فهد المصبيح لكن اداها قدام لسعد مبارك، سعد مبارك مشيها على طول لسامي جابر صفوق تنقطع، فراج الشهري بيلعب كره طويله قدام وخطا لصالح صالح نعيمه. تيماوي للجماهير الهلال، سامي جابر وخطا مره اخرى لصالح سامي جابر، ويعطي كارت الحكم لفيصل عتيق، كارت اصفر كارت. الهلال هذا سامي جابر مع الكره
وفي خطأ على فيصل اللي أخذ عليه الكارت، هيطلع من الهلال فوق وحينزل رقم 12 محمد. أخذ فوق محمد بندر، هذا محمد دمياط، محمد أخذ فوق، هذا محمد، محمد بيلعب الكرة دي على طول داخل منطقة الجزاء، بعيدها باسم، عامر مانع، وكرة بين رجل اللاعبين، وأخيرا ياخذ عبد الرحمن وسلمها وهجمة، وعبادي في الوسط، سعد مبارك، سعد مبارك لفهد المصبيح، موينع، مفضي خانة، منصور، يسلم كرة خاطئة يستفيد منها حمزة، بينقطع حسين، فهد، سامي جابر، سامي جابر، وفي خطأ على عبد الله سليمان من خارج منطقة الجزاء، مدرب الأهلي زناتة، عبد الهادي حارس المرمى، فارا وصالح النهيمة يلعب الكرة دي وتتبعد، باسم بعيدة براسه وتطلع رمية جانبية، عبد الهادي بيلعب كرة لكن عالية وتطلع برا، فهد المصبيح لسعد مبارك، اقطعها المنسي باسم لكن ترجع مرة تانية تروح لفهد المصبيح، فهد المصبيح يلعبها على طول، خطيرة لعبة خطيرة، سامي جابر وسايبه لمحمد ويسجل محمد دمياط الهدف الثاني في الدقيقة 27. أنا قلت كرة خطيرة، 27 في الدقيقة 27 محمد دمياط، محمد بيسجل، محمد بندر دمياط بيسجل الهدف الثاني للهلال، الهدف الثاني، ادي محمد اللي نزل محل اخوه، وادي عاد الكرة، شوف الكرة مشاها سعد مبارك على طول وجات عند محمد ويحطها على يمين حارس المرمى وسجل الهدف الثاني، وتصبح النتيجة 2 للهلال مقابل هدف متقدم على زميله الاهلي بهدف. هذه عادة مرة اخرى، شوفوا سعد مبارك مشى كورة على طول سريعة، طبعا في خطأ، في صفرة، في خطأ، 2 للهلال، هذا محمد يرجع حسين البيشي كرة لصالح النعيمة لعبادي الهدلول، 3 أهداف شفناها بتترفع داخل منطقة الجزاء وعند حسام لكن بعيدوها للهلال، ترجع مرة تانية يخطفها محمد وماشي بيها ويخطفها من قدام عبد الله ومعاها سامي جابر، وسامي جابر بيلعبها وتمشي جنب القائم، هما الاثنين كانوا جنب بعضهم، واخيرا سيبها محمد، ساب الكرة دي واخدها سامي جابر وغير اتجاهها ولعبها جنب القائم وتطلع برا. هذه عادة للكرة اللي ماشي بيها محمد، سابها لزميله سامي لما شافه متمركز احسن منه ولعبها جنب القائم. وياخدها محمد، محمد دائما نزل حرك هجوم الهلال وماشي محمد، وخطأ، خطأ عرقلة لصالح محمد، هذا خطأ، هذا فيصل عتيل اللي عليه خطأ، عرقلة هذا الأمير عبد الله، صالح النعيمة بيلعبها وتمشي من جنب القائم، صالح النعيمة لعبات خطيرة، خبرة كبيرة، كان بتابعها عبد الهادي، هذه الكرة شوفوا فين حطت جنب القائم وتابعها ولعبها ويبعدوها منصور موينع بعيدة، ترجع لفيصل، صالح النعيمة
طويلة قدام ما في أحد، لكن يجري معاه سعد، لكن لقاها أقرب لحارس المرمى ويسلمها لعبدالله سليم. خذها منصور أحمد، ينقطع منه ياخذها سخيفي، ماشي ماشي ما في احد معاه، بيلعبها ناحيه سامي جابر، سامي جابر ماشي داخل منطقه الجزاء ولعبها ويشوطها ويصدها حارس المرمى. ترجع لسخيفي مره ثانيه لمحمد طمياط، بترجع مره ثانيه، الاول نشوف اللعبه دي، الاول نشوف اللعبه دي، وترجع مره ثانيه ناحيه فهد المصيبيح، سامي جابر، خالد تيماوي، فهد المصيبيح، خالد تيماوي ثاني، ترجع مره ثانيه لمنصور موينه لعبادي يلعبها يقطعوها دفاع الاهلي، ترجع لصالح النعيمه، سالم مقبول كان لعب الكره دي ودا لعبادي يديها لمنصور، اداها ل كان فيصل اللي اداله، هي مو عبادي، هذا عبادي، عبادي اللي ترجع له مره ثانيه، خالد تيماوي، الهلال ينظم هجمه، فهد المصبيح يديها لسعد مبارك وهجمه وعبد الله سليمان وتتلاعب ويجلي عنها لفهد المصبيح وترجع لمحمد طمياط وامام المرمى، وهدف ثالث، هدف ثالث يسجله الهلال، هدف ثالث يسجله الهلال، يسجله سامي جابر من كوره جميله اداله هي محمد طمياط وجلى عليها في الاول فهد المصبيح، وتصبح النتيجه 3 أهداف في الدقيقه 44، هدف ثالث سامي جابر يسجل هدف للهلال، وتصبح النتيجة 3 للهلال مقابل هدف للأهلي. هذا سامي جابر، شوفوا الإعادة، الكرة دي جلى عنها فهد المصبيح ويديها للطميات هناك، وبالراس يروح في على يمين حارس المرمى، وتصبح النتيجة 3 للهلال مقابل هدف للأهلي. محمد طمياط اللي نزوله أثر على هجوم الهلال ونشط هجوم الهلال، وسعد مبارك روح له كرة ولكن تنقطع، باسم، عامر مانع، ويطلق سيداتي سادتي حكم المباراة سعد ربيعة معلنا نهاية هذه المباراة ب3 أهداف للهلال مقابل هدف للأهلي، ويصبح الهلال في هذه الحالة 13 نقطة لأنه كان عنده 11 نقطة، والأهلي يبقى على 18 نقطة اللي كانت رصيده بالنسبة للأسبوع 14. حتى نلقاكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، لكم تحيات جميع العاملين الذين ساهموا في نقل هذه المباراة إليكم، ومخرجكم طارق أحمد ريري ومحدثكم زاهد إبراهيم قدسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.